3 2 1 Q. مساء الخير. منذ عقود لم تشمت الأمة بموت أحد كما شمتت الآن بمقتل قاسم سليماني من مشارق الأرض إلى مغاربها. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مدى ولوغ سليماني وعصاباته بدماء هذه الشعوب التي لا شيء يشفي صدرها ويطربها مثل صدى اللطم والنواح والغويل والصراخ المنبعث من طهران في هذه الأثناء. وفي مشهد ورقة الألف ليرة السورية ورأس حافظ التي كانت بحوزته عند مقتله، تبدو العبرة الأبرز هنا بمصير مجرم لم يترك مدينة وبلدة سورية إلا وشارك بقتل وتهجير أهلها. فيخرج السوريون اليوم لتوزيع ما طاب فرحا بمصيره. أستاذ قنبر لو سمحت لو سمحت، وهذا ضيفك الآخر. لا لو سمحت لو سمحت، لا يا أستاذ قنبر لو سمحت، وقاعد بري ترفع ترفع يا أستاذ قنبر. لك أنت ترفع عن هالكلام الحقير، أنت إنسان وضيع عار دوني معبود لوطي، لك أنت إنسان مثلي حسين جنسية مظلوم. منذ بدء العملية التركية وترامب يخرج في اليوم مرتين أو ثلاثا ليعطينا دروسا بعنوان كيف تتخلص من ورقة استخدمتها لخدمتك ثم ترميها في 3 ساعات. مرة يقول للميليشيات الكردية اذهبوا إلى بشار ليحكمكم أو إلى نابليون حتى، ومرة يلومهم لعدم مساعدته في النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية، مرة يقول عنهم أسوأ من داعش، ومرة أخرى يقول إنه كان يستأجرهم كمرتزقة، ومن يدري ربما غدا سيلومهم على عدم ضبط حدوده مع المكسيك. هؤلاء هم القادة الأكراد الأوجلانيون، لم يتركوا حذاء في العالم إلا وقبلوا، وفي النهاية عادوا إلى حذاء النظام. أنتم تعلمون جيدا لولا التضحيات التي قدمها الكرد في كل من العراق والسورية لكانت داعش قد طرقت أبوابهم في مدنهم، وهذا يعلمه الجانب والداني، وهذا ما تعلمه الولايات المتحدة الأمريكية وكل دول أوروبا الشرقية والغربية. أي عاقل يصدق أن هؤلاء الآلاف المحتفلين بأعياد الميلاد في ساحة العزيزية وسط حلب لا يبعدون سوى نصف ساعة من مغرة النعمان التي تحترق وتدمر على رؤوس أهلها؟ أي عاقل في هذا العالم يستجيب لنداءاتنا وهو يرانا نتراقص على جثث قتلانا المتناثرة أشلاؤهم على امتداد الريف الإدلبي؟ من يقول لك هذا الكلام هذا عديم الإحساس وعديم الشرف وعديم الأخلاق. ومن يقول لك نحن في الغرب وأنا مدة سنوات طويلة لا وقت لدينا فهو كاذب. في أجواء إدلب يعربد الطيران الروسي وتقود موسكو حملة أرض محروقة وقصف جوي وصاروخي تمهيدا لهجوم الميليشيات من أكثر من محور. طيب اليوم وصلنا للحظة الحقيقة، اليوم وصلنا لقناعة. الروس سابقا كانوا يقولوا إذا انسحبتم المنطقة الفلانية سأوقف المعركة، إذا وصلنا إلى الطريق الدولي سأوقف المعركة. لا، الروس اليوم بطل يحكي الكلام هذا. يقول الروسي أنا هدفي السيطرة على كامل الجغرافيا السورية ومحاربة الإرهاب. هذه الصورة الموثقة عرضها أردوغان اليوم مذكرا بها اليونانيين باستقبال السوريين لأجدادهم اللاجئين، حيث هاجمهم النازيون إبان الحرب العالمية الثانية عام 1942. كنا وقتها نفتح أبواب بيوتنا ونوزع الطعام والثياب على اللاجئين اليونانيين الذين يقتلوننا اليوم. إذا طالت لا أظن أنقرة ستبقى هذه المسألة معلقة بهذا الشكل، ستدعو الأشخاص الذين غادروا مرة أخرى استقبالهم داخل الأراضي التركية، لأن المسألة فيها بعد إنساني وقد تتحول إلى كارثة إنسانية أكبر بكثير. من يصدق أن راتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية شهريا 42,000 دولار بينما راتب عادل عبد المهدي رئيس حكومة بغداد 1,000,000 دولار شهريا؟ من أراد أن يتأكد فليستمع لمقابلة عبد المهدي على القنوات العراقية، وربما لو اقتصر الأمر على هذا المليون لكان خيرا، ولكن ما خفي أعظم من سرقات ونهب يقوم بها عبد المهدي وباقي العصابة. وصدق المرحوم طارق عزيز عندما قال يوما لا توجد معارضة، هناك مجموعة لصوص سينهبون البلاد
لو تمكنوا منها. الدولة العراقية لمدة 11 مرة من الضربات ما كان يجب أن يفعله الجيش العراقي فعله الأمريكان كدفاع عن النفس، وهذا دلالة على ضعف الدولة العراقية وانبطاحها إلى إيران ونقصان السيادة العراقية، لأن الموجودين في العراق أنا أكرر دائما هم يعملون كأنهم ممثلين للمركز الإمبراطورية الإسلامية في طهران ولاية الفقيه. من نكد الدنيا على الشعب اللبناني أن لبنان لم يدفع ما عليه من مستحقات للأمم المتحدة، ربما لأنه يدفع مستحقات لإيران وبشار. لبنان الذي ينتمي إليه أحد مؤسسي الأمم المتحدة وهو تشارل مالك يفقد حق التصويت لأنه لم يسدد اشتراكاته، فضيحة جديدة تضاف إلى سجل الفساد والفشل وهدم آخر ما تبقى مما بناه لبنانيون كبار. صدقوني لو نجحت إيران في هذه الولاية أو هذه النظرية في العراق سوف تنتشر في كل المنطقة، لكن العراقيون اليوم وقفوا أمام هذه الهجمة وأصبح الباب تقريبا مغلق أمام إيران. أخيرا تخرج تركيا نفسها من سوتشي ومتاهاتها وتتحرر من قيود أستانا وتفاهماتها، وبيدها تنزل الدب الروسي الذي أوصلته لأغلى المئذنة. تأخرت، ماطلت وترددت إلى أن تهدد أمنها القومي وسال دماء جنودها على التراب السوري. أخي فقط أعيد أن أذكرك في لقاءات سابقة معك أنا استخدمت عبارات معينة والبعض انتقدها واعتبرها نوع من التهور، وقلت لك لو كنت صاحب القرار سأجعل منها قطعة من فيتنام. صحيح. وقلت لك أن من يغوص برمال إدلب ليس الجيش التركي إنما روسيا وجيش النظام وإيران، هذا ما قلت قبل أن تبدأ العمليات. والآن بدأت العمليات، وأنا قلت لأكثر من فضائية، قلت أن ما قبل مقتل الجنود الأتراك ليس يشبه ما بعده. كان وزير الخارجية السوفيتي أندري غروميكو عابس الوجه مزموم الشفتين مع العالم الخارجي، ومع السوفييت كان مازحا ساخرا يلجأ إلى الدعابة في أحلك المواقف واللحظات. وعندما كان عام 1981 عام كوارث كبرى، بعث غروميكو إلى موظفيه في الخارجية برقية تهنئة بالعام الجديد، هذا نصها: أيها الرفاق، لم يعد ضروريا أن ندفع لكم رواتبكم، ولا حاجة بعد اليوم كي نمنحكم الإجازات، فما تمارسونه هنا ليس عملا بل متعة دائمة بكل الاتجاهات، فإما قتل أو موت أو اغتيال أو مؤامرة، وإما انقلاب وخطف في مكان آخر. حتى القصص البوليسية لستم بحاجة لقراءتها، فحياتكم اليوم من الصباح حتى المساء هي قصة بوليسية كبرى. اليوم البشرية ستنقسم إلى قسمين، الدول التي عندها إمكانية اقتصادية في معالجة هذا الوباء والدول الفقيرة التي تنتظر يعني المساعدات وعدم الإمكانية يعني مساعدتها، وبالتالي هذا الكورونا سوف يخلق تحالفات جديدة في العالم من خلال كيفية الانتصار الفعلي على الوباء. إن المنتج التلفزيوني نفسه نسبة مشاهدته على وسائل السوشيال ميديا تفوق 9 أضعاف مشاهدته عبر الشاشة التي ترسل بثها الفضائي عن طريق الأقمار الصناعية. واليوم يقرر تلفزيون أورينت بعد 11 عاما من انطلاق بثه التلفزيوني الاستمرار عبر منصاته القوية والأكثر مشاهدة وتفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقرر تحويل برامجه ونشراته الإخبارية وأفلامه الوثائقية لتحاكي عصر التواصل الاجتماعي بأدواته الجديدة وصياغاته التي تعكس نبض الإعلام التفاعلي اليومي، باهتماماته الواسعة وحركته الدؤوبة في متابعة الخبر والتقاط الصورة ورصد الحدث. الأورينت بوصلتها سورية وكانت وستبقى سورية مهتمة بالشأن الوطني، وبالتالي الخطوة التي
تحدث اليوم هي بالفعل محاولة للتفكير بأفق جديد للإعلام. أنتم أشرتم بالمقدمة إلى الكلفة المرتفعة لشاشة التلفزيون بالوقت اللي أصبح حتى سوق الإعلان التلفزيوني عاجز، الإعلانات أصبحت بالسوشيال ميديا، وقيمة إعلانات السوشيال ميديا أنه هي الإعلان اللي بيصنعه الجمهور، ما حدا بيتحكم فيك، أنت بتنشاف فبالتالي يأتي الإعلان إليك دون أجندة سياسية ودون حصار ودون تصنيفات معينة أو حتى شلاليات اللي كانت تتحكم بسوق الإعلان بالتلفزيون أو عبر الشاشة. ما الغريب في أن يصدر حكم على أهالي إدلب بالقتل الجماعي من قبل قسدي عنصري قاتل؟ فعلا ما الغريب؟ أليس هذا نهج وسلوك هذه الشرذمة الإرهابية التي قدمت من جبال قنديل وسلم زمام الأمور في شرق الفرات لتقتل وتنهب وتمارس عنصريتها على مكونات تلك المنطقة؟ للكرد السوريين، أقول للكرد السوري بأي صلة، فهو بالتأكيد للكرد الموجودين في جبال قنديل. ليس من سوري على وجه الأرض، لا في الداخل ولا في الخارج، لا في الوطن ولا في الشتات، شاهد وسمع رامي مخلوف ولم يسأل نفسه كيف حكمنا هؤلاء كل تلك العقود؟ وللمناسبة كلهم على شاكلته وأولهم رئيسهم، فمن ولاهم اختارهم بعناية فائقة. كل من شاهد رامي مخلوف وحجم الخبل الذي ينضح به حديثه يفهم لماذا وصلنا في سوريا إلى هذا الدرك الذي نحن فيه، وهذا الدمار والتردي الذي لن نخرج منه قبل أن نقتلع هؤلاء اللصوص. كل من شاهد رامي مخلوف بتلك الهيئة وذلك التوسل والتضرع والخشوع أغرورقت عيناه تأثرا وكاد يجهش بالبكاء، خاصة أولئك الذين لا يعلمون أن هذا اللص ما هو إلا فاسد صغير ووكيل لفاسد أكبر. نحن أمام مسلسل جديد رمضاني بامتياز، لا نعرف كيف ستكون نهايته، هل سيستمر إلى نهاية الشهر أم يتوقف إعلان انتحار رمضان برصاص قتل ثلاث على طريقة انتحار محمود الزعبي أو غازي كنعان أو عبد الكريم الجندي؟ ادخلوا إلى صفحات شبيحة النظام وموالوه وشاهدوا كمية الغيظ والحقد والشتائم إزاء مظاهرات السويداء، ومنهم لؤي حسين الذي لم يستطع القول إنما يقوم بالتظاهر هم إسلاميون متشددون، فوجد مأخذا مهما وهو قلة وجود الصبايا والنساء في هذه المظاهرات، وهو مشهد غير مريح برأيه. وهنا نستعير عبارة الناشط السوري زياد الصوفي الذي يقول: لو خرج ملايين السنة في حلب اليوم بمظاهرات لكان الموضوع أهون على القرداحيين من خروج دروز جبل العرب بمظاهرة مطالبة بإسقاط النظام. يوم السويداء أنا إذا بدي أشوفها السويداء، السويداء بلشت تشتغل بإطار تغيير الميزان الدولي خلينا نسميه، وتغيير تغيير الحجارة الأساسية أو الركن الأساسي المتبقي للنظام بالساحة السورية. يعني انطلاق المظاهرات بالسويداء ومن ثم بإختها درعا بلشت تطلع معنا، فهذا الموضوع كلياته عم عيد للأذهان كما بدأت بال2011. لكم أن تتخيلوا رفعة الأسد في أوروبا، تلك البلاد التي يسودها القضاء والقانون وتحكمها البرلمانات والتشريعات، وينغمس بهذا المستوى من النشاط اللاقانوني من احتيال وغسيل أموال وتهرب من الضرائب. لكم أن تتخيلوا لو أن هذا بقي في سوريا، فما الذي كان سيفعله والقانون بالنسبة له لا يشكل غبارا على حذائه؟ حتى تبييض الأموال يجب أن تثبت أنه ارتكب جريمة وهذه الأموال ناجمة عن جريمة، بدون ما تثبت أنه هو دافع بأن المبلغ إجا من الملك السعودي، وبالتالي تهرب ضريبي حكموه بست مليارات ست ملايين دولار أنه باع قصر وما دفع الضريبة، أوكي بحكموه بمبالغ مالية الضريبة اللي ترتبت عليه، لكن تبييض الأموال يجب إثبات أنه كان هناك جريمة ارتكبت وهذه الأموال ناجمة عن جريمة، وهذا ما ساعدنا في إثباته بفرنسا، وبدأنا ملف كامل في إسبانيا بناء على ذلك.
إن مصر تهرب من المستقبل الأسود، بل من الحاضر البشع إلى الماضي التليد. ولأول مرة في التاريخ يتغير مكان مصر في العالم، ومكانتها تهبط من الأعلى إلى الأسفل، فتجد نفسها لأول مرة في وضع من العالم لم يسبق من قبل، وهو أنها كيان منكمش في عالم متمدد، كيان متقلص في عالم متوسع. الذي يزعج مصر كثيرا والذي يجعلها تهتم وكذلك السودان هو مستقبل ما بعد صد النهضة، لأن الآن صد النهضة أمر واقع وملموس وحقيقة لا يمكن إنكاره ولا يمكن أن نفعل شيئا بعد ذلك، لأن هذا أمر تحت حماية دولية، مجلس الأمن الدولي، أمريكا أيضا، دور الترويكة، كل العالم مول هذا السد ودفع أقراض ينتظر السداد، وهناك شركات تعمل في هذا السد، فهذا السد ليس سد أثيوبيا فقط. الكلمات تعجز عن الوصف، وما شهدته بيروت بالأمس لم يشهده العالم منذ قنبلة هيروشيما، وبعد هذه الفجيعة ليس كما قبلها، وما زرعه اللبنانيون بسكوتهم على عهد الفساد وحكم الميليشيات يحصدونه اليوم بالخراب والدمار والمآسي والمصائب. الكلمات تعجز عن الوصف، ولحظات الموت التي عاشها لبنان أمس أشبه بالنهايات، ولو أن في رؤوس حكامه ذرة من كرامة لاستقالوا، وحتى الاستقالة لم تعد تنفع، وما ينفع اليوم هو المحاكمات من رأس الهرم إلى أصغر مسؤول في البلاد. حزب الله ليس محرجا أنه يملك مخزن لسلاحه في المرفأ، إسرائيل ليست محرجة أنها هي من تسببت بهذه الأضرار الكبيرة في لبنان، الدولة اللبنانية تحاول توريط مسؤولين وميدانيين أو موظفين في المطار وتكون كبش المعركة. من معركة بلاط الشهداء أو كما يسميها الغرب معركة بواتيه، إلى مجازر الجزائر، إلى رسومات شارلي إبدو، إلى قضية مريم بوجيتو، إلى تصريحات إيمانويل ماكرون، إلى كثير من المواقف والأفعال التي يقول المراقبون والمحللون إنها تنم عن حساسية تاريخية وأحقاد متراكمة تجاه الإسلام من فرنسا، التي يصفونها أيضا بالدولة الصليبية المتسترة بأكذوبة العلمانية. عندنا كلام الرئيس الفرنسي هو يعني يخصص المسلمين، وقال أن الإسلام في كل دول العالم، ولم يقل فرنسا، يعني في كل دول العالم، وحتى عندما مثل في أزمة الإسلام أشار إلى تونس، مع أن تونس ليس يوجد فيها مشكلة والمسلمين يعني حتى داخلين في عملية سياسية وهناك ديمقراطية وحريات. دولة يعني تسعى إلى أن يعني تكون علمانية. يعني النموذج التونسي في نظر ماكرون غير مرضي، غير موفق. فما ندري نحن ما هو النموذج الذي يريده ماكرون وأن يتمثل به الإسلام حتى يكون مقنع لماكرون. 30 عاما من الاستجداء والدبلوماسية على أبواب الدول الغربية المتواطئة لم تحرر شبرا واحدا، بينما أسابيع من القتال حررت أذربيجان فيها أراضيها المحتلة. اليوم وبعد 30 عاما وقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني كاراباغ. أذربيجان لا تريد أن 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 تأخذها هبة النصر ونشوة النصر كما يقولون لتتقدم فتصل إلى معركة قد تتدخل فيها روسيا فعليا وتؤدي إلى خسارتها ما كسبته قبيل الدخول أو قبل الدخول إلى ناغورنو كاراباغ. لذلك أعتقد أن أذربيجان كما يقولون أخذت الموقف الدقيق في اللحظة الصحيحة. في قلب طهران جهارا وفي وضح النهار وعلى رأس السطح وتحت حماية شعبة أمن المعلومات في الحرس الثوري الإيراني، يغتال أكبر عالم نووي في إيران والمسؤول الأول عن برنامج تطوير الصواريخ السري والضابط الكبير في الحرس الثوري الإيراني الذي صنفته الفورين بوليسي كواحد من أقوى 500 شخصية حول العالم. ولا جديد في الأمر، اللطم والنواح والبكاء ذاته، الثرثرة والصراخ والضجيج والتهديدات والعنتريات ذاتها. نعم بالفعل هذه العملية واغتيال العالم النووي فخري زاده يعد حدثا جليلا وكبيرا بالنسبة للداخل والخارج الإيراني، والمشهد الإيراني اليوم يعاني من انشقاق بالرؤية المستقبلية تجاه الرد على مثل هذا الحدث.
منذ أن تم الاتفاق على تشكيل ما يسمى باللجنة الدستورية قلنا إن تشكيلها جريمة، لأنه لا يمكن في أي عرف أو قانون لمجرم ارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية أن يجلس ليكتب دستوراً إلا إن كان دستوراً للقتل والاستبداد والتشبث بالسلطة. ومنذ أن بدأ من يسمون أنفسهم بالمعارضة بالهرولة إلى جنيف وأستانا وسوتشي ومناقشة ما يسمى باللجنة الدستورية، قلنا إن قضية وفد أسد هي بقاء أسد بالسلطة. معارضة مهزومة من الداخل ومستسلمة من الداخل. شو بدك تطلب منا؟ أنتم مهزومون داخليا، أنت تقول كل العالم ضدنا ولا سبل لدينا إلا هذا. أنتم مهزومون من الداخل، كيف ستنتصرون؟ عن من تدافعون؟ أنتم انهزمتم واستسلمتم كما قال الدكتور محمود، بدأتم منذ سوتشي مسلسل تنازلات لن ينتهي، والآن وصلنا إلى التنازل الأخير أو المستمر العدالة التصالحية. إلى أي درك ستنزلون أكثر؟ إذا شاعرين أنه هذا الخيار الوحيد، بعدوا يا أخي، اهربوا، لك استقيلوا، لك روحوا، اتركوا الشعب بدون ممثلين. ووقتها ماذا سيحدث يا أستاذ أنور؟ قال لك طرح هذا السؤال أستاذ أنور الدكتور يحيى قال لك قبل قليل إذا تركنا المجال، إذا تركنا اليوم ما نقوم به، هل ستحل مشكلة السوريين؟ هل ستتحقق العدالة السورية؟ لم يأتينا جحيم أكثر مما نحن فيه. أنتم جحيمنا الآن، أنتم من تزينون هذا الجحيم وتسهلوننا دربنا نحو الجحيم. ابعدوا عن طريقنا إلى الجحيم على الأقل، لا تزينوا هذا الطريق إلى الجحيم، لا ترشوه بالورود. عيب عليكم، يعني عيب إذا ما قلت بدي أقول عار عليكم، عم ترشوا الورد إلى الجحيم للشعب السوري، عم ترشوا له إياه بالورد، تقولوا له هذا الطريق الوحيد. أنتم عم تدفعونا لنستسلم، عم تدفعونا لننهزم، إنه ما في خيار قدامنا غير هيك، عندنا خيارات كثير. هناك من يقول بأن دخول الأتراك وسيطرتهم على عين عيسى والطريق الدولي M4 وقطع الاتصال بين شرق سوريا وغربها أمر لا بد منه وقرار تركي لا رجعة عنه مهما كانت الظروف والعواقب. اليوم وبالرغم من كثافة القصف والاشتباكات والتحركات التركية في تلك المنطقة، فإن واشنطن تلوذ بالصمت وموسكو اتخذت الموقف ذاته، بل إن الروس بادروا إلى سحب جزء من قواتهم المتمركزة داخل بلدة عين عيسى وفي محيطها، وهو ما عده كثيرون رغبة روسية بإفساح المجال أمام التصعيد يبلغ مداه بين الطرفين. يعني عملية عسكرية في باتجاه عين عيسى لابد أن تكون مرتبطة بتفاهمات تركية سورية تركية روسية جديدة، ليس في موضوع عين عيسى فقط، في موضوع الملف السوري ككل. لماذا؟ لأنه كما قلنا الآن الجميع ينتظر بايدن وكيف سيتعامل مع الملف السوري. بقي الخميني في العراق 13 سنة كمعارض لنظام الشاه، وعندما تصالح الشاه والنظام العراقي عام 79 لم يقم صدام حسين بتسليمه إلى إيران، بل نفاه إلى فرنسا احتراما لسيادة العراق. هذا يوم كان للعراق سيادة. اليوم نوجه نداء إلى كل معارضين نظام الإرهابي في إيران ممن يقيمون خارج البلاد، إياكم أن تأتوا إلى العراق إن كان للزيارة أو العمل أو لأي سبب آخر، فهذا بلد محتل وليس له سيادة، تحول إلى ولاية إيرانية منذ عام 2003 يحكمه عملاء من رأس الهرم إلى أصغر موظف، فيه ميليشيات قذرة وخسيسة ستقبض عليكم وتسلمكم إلى جلادكم في طهران كي يعدمكم. وها هو الصحفي روح الله زم أمامكم، استدرجه ملالقم بواسطة وسفالة مرجعيتهم في النجف التي خطفته عبر ميليشياتها وساقوه إلى طهران ونحروه هناك. مقدمتك تجاوزت على المكون الشيعي بصورة عامة، ووصفت الشيعة بأنهم يعني إرهابيين، ووصفتهم لا لا غير صحيح. نحن نتحدث هنا يا أستاذ كاظم، أنا بعرف شو حكيت، نتحدث هنا عن الميليشيات. لا يمكن
وعن كل أذناب إيران، عن كل أذرع إيران. مقدمتك بدون الرد عليها. أنت أنا تجاوز على مرجعية النجف. لا 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 مشان ما حضرتك ما تحرف بس مشان حضرتك. لا يمكن اسم لا يمكن. طيب هدي من. هدي من نفسك، هدي من روعك. سجل موقفك وأنا بتفهم موقفك. بتفهم موقفك، سجل موقفك بس خليك هادي شوي. لابد. خليك هادي خليك هادي، هدي لي أعصابك شوي. اسمح لي. إيه وقول اللي بدك إياه. جدا يعني لا أنت لا أنت ولا أسلوب طرحك ولا غيرك ممكن أن يستفز. يتعامل هؤلاء مع مقام الرئاسة وكأنها رئاسة جروب واتساب أو رئاسة نقابة مجموعة من الكسالى. أشرعوا البلاد للملال وأقزامهم الذين يعبثون في العراق ويطلقون القذائف والصواريخ ويزرعون المفخخات ويقتلون في العراقيين. ولو كان هؤلاء المجتمعون تحت قبة البرلمان رجال دولة لشعروا بالإهانة وهم يشاهدون الصواريخ تتطاير فوق رؤوسهم عاجزون عن مواجهة هذه العصابات التي زرعتها إيران كما زرعتهم. أشير إلى شيء، إلى المقدمة التي لم تكن تتحلى بالمهنية ولا بالمصداقية، وهذا أمر لابد أن لا يكون حاضرا في توزيع الوقت. بالنسبة لكم على الأقل أن تكون هناك عدالة في إيصال الآراء، وسأجيب على سؤالك بشكل مباشر. نعم الحقيقة توجد يا دكتور هاشم، معلش بفهمك تفضل. لا ليست الحقيقة التي توجد، أنا لو وجدت الحقيقة لما أوجعتني، بالعكس غياب الحقيقة هو الذي أوجعني وجعلني أشير إلى مقدمتكم. ما الذي ينتظره الغزاويون حتى ينزلوا صورة سليمان من سماء غزة رغما عن أنف حماس والجهاد اللتين دنستا سماء القطاع برفع صورته مرفقة بعبارات التمجيد على أهم شوارع غزة؟ ما الذي ينتظره الغزاويون حتى يضعوا صورة هذا المجرم تحت الأرجل رغما عن أنف ميليشيا حماس التي تريد إبلاغنا وإبلاغ العرب والعالم كله أنها تتحدث لغة إيران، وأن إيران هي من يحكم قطاع غزة، وأن من يريد الحديث مع حماس فليذهب إلى طهران. كما نحترم قادة الدول العربية، على كل الضيوف أن يحترموا قادتنا وقادة شعبنا. هذه مسائل داخلية، إن كان هناك فساد على الشعب الفلسطيني من خلال صناديق الاقتراع أن يحاسب الجهة الفاسدة. كان عاما مضخما بالأحداث المفصلية التي صنعت تحولات كبرى في هذه العالم. بهذه الحلقة نطوي صفحة 2020. أعود وألقاكم إن شاء الله يوم الأحد المقبل في حلقة جديدة مع بداية عام 2021. كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.